هاي منطقة الأحجار البركانية، يعني بيقولوا إنه في خارطة أو كتابات تكون مكتوبة على هدول الأحجار زي ما احنا شايفين. طبعا هاي معانا سيد معاذ، سيد ربيع حبيبي ربيع خربطنا. هاي منطقة الأحجار، طبعا هاي قديمة جدا جدا. تمام، زي ما تشوفوا هون في علامات، هاي علامة الجرن. الشمس ضاربة علينا مش عارفين نصور. طبعا عمر الحجار دول تمام ما يقارب 4000 5000 سنة. تمام، ويقال انه في كان بركان هون، وهذول من اثر البركان، يعني هاي حجارة بركانية. قال انه هاي المنطقة بالليل ما بتندخل، يعني ما حدش بيدخل عليها بالليل. تمام، لكثرة الارواح، الارواح الشريرة. تمام، المنطقة شهدت يعني اموات كثير. تسألوني وين كان البركان؟ لا أعلم يعني. ندور على المكتبة اللي حكوا عنها، بيقولوا في مكتبة هون تاريخية عمرها أكثر من 3000 4000 سنة، مكتوبة على الأحجار، طبعا على الأحجار نفسها. وين عمال نبحث عنها؟ ما زلنا بالبحث عن المخطوطات اللي حكوا عنها. لحد الان بس ما لقينا اي مخطوط ولا شيء. لسه هون مش ممكن هاي تكون مخطوطات ولا ايش؟ وين؟ هاي هاي. هذول لا، هذول بكونوا هون، هم عاملينها جديدة هاي. هاي. يعني مش شيء. لا. تمام. نشوف هون كمان. الحجر هذا غريب، هذا الحجر غريب جدا. الحجرات ايوه غريب زي الاعمدة عمل عليه وعليه احرف. فوكس.
انا شمال بيدي يا سيدي. هذا شمال بيدي؟ وشو اللي بدور على هون؟ هون اذا افعى فلسطين تطلع لنا ولا تطلع لنا الافعى السوداء هاي ال بسموه الخبيث، هذا الخبيث الصغير اسمه الخبيث اسود لون. خلينا نشوف هاي المنطقة مميزة، نشوف شو فيها. كتابات والله ربيع وقف عند الخط هذا اللي هون عند هذا الخط عشان نشوف قديش الكبر. زي ما احنا شايفين في كتابات، يعني ممكن هاي تكون الخارطة، ممكن اشي زي هيك ما بعرف. زي ما احنا شايفين هاي، انا هذا ذيب، هذا ذيب ولا شو؟ هذا ذيب ميت، ذيب ميت زي ما احنا شايفين. السيجن هي مقبرة، هي مقبرة قريبة بتكون هاي السيجن، يا رب هاي علامة المقبرة. علامة المقبرة؟ اه في مقبرة قريبة طبعا. هاي عليها شغل كثير، هاي زي ما احنا شايفين هاي جرن، وهون كمان هاي هون هاي هذول برضو علامات إشارات. أتوقع نفس الجبال هناك نفس الشيء صح؟ نفس الشيء يعني. بس السؤال الغريب، أنت أول سألتني سؤال مرتب، كيف حمى بركانية والمنطقة اللي إحنا فيها ما فيها بركان؟ ما فيش فيها براكين، ما هي هاي المشكلة يعني. كيف شو جابهم لهون عرفت؟ هون الفكرة انه معقول يعني، بعدين كبيرة يعني كل هذا الحجر كبير، شو وصل لهون؟ شو سر التجمع؟ بس هاي المنطقة يعني في الأردن كلها، بس هاي المنطقة اللي فيها هاي الحجارة. أنا ما شفتهم مش في منطقة ثانية صراحة. مغامرة بسيطة هيك خفيفة، وأنا ما بقصدر يعني، وأنا بسوي لكم إياها بنورجيكم شغلة جديدة برضو موجودة في الأردن. تمام، وتحياتي أصدقائي وحبايبي.